ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا النهاردة جاية ومعايا حاجة حلوة جدا، معايا قصة عن سفر الخروج هندرسه مع بعض كله، وهنعرف القصص الجميلة اللي موجودة جوه السفر ده، ويا ترى ايه الاحداث اللي حصلت جواه. يلا بينا نتعلم مع بعض ايه اللي جوه سفر الخروج. في الوقت ده يا ولاد كانوا المصريين الاشرار بيذلوا شعب بني اسرائيل جدا جدا جدا، ومش بس كده، ده كمان يا ولاد كانوا بيستعبدوهم وبيخلوهم يبنوا المدن والمخازن والمباني الكبيرة جدا، وكانوا بيشغلوهم عندهم من غير رحمة خالص، لأنهم كانوا واخدينهم زي العبيد بالظبط، وكانوا دايما بيضربوهم حتى وهم شغالين. وبني إسرائيل كانوا بيصرخوا لربنا عشان ينجدهم من المصريين الأشرار، وعاشوا في أرض جاسان اللي هي محافظة الشرقية 430 سنة. كانوا شايفين ان هم بيخلوهم يشيلوا الحجارة التقيلة، شايفين زي الصورة كده يا ولاد، عشان يعذبوهم. ياه قد ايه كانت تقيلة جدا، وكمان كانوا بيعذبوهم جدا، شايفين الصورة وبيضربوهم وهم شغالين. ما كانش عندهم رحمة أبدا، كانوا المصريين بيتعاملوا مع شعب بني إسرائيل بأسوأ جدا، وده فرعون مصر الشرير كان بيفكر إزاي يضايق شعب بني إسرائيل ويستعبدهم، وقرر إن هو يقتل الأطفال كلها ويرميهم في النهر. ودول بقى عمران ويوكابد، خلفين ولد اسمه هارون وبنت اسمها مريم، وخلفوا ولد ثالث وخبوه 3 شهور من جنود فرعون لأنهم خافوا ان هم يقتلوه. ولما لقت يوكابد ان جنود فرعون بيلفوا وبيقتلوا الأولاد، خافت جدا على ابنها لحسن يقتلوه هو كمان. يا خبر، يوكابد خافت قوي، يا ترى هتعمل ايه يوكابد؟ أكيد لازم تفكر في فكرة. فعلا فكرت في فكرة جميلة جدا، جابت سلة ودهنتها من بره بالحمر والزفت، وحطت جواها الولد الصغير ابنها الجميل لأنها خافت عليه جدا، وحطت السلة في النهر ما بين النباتات، والسلة فضلت تمشي في المية، ومريم أخت الطفل كانت ماشية ورا السبت، كانت بتراقبه عشان تشوف يا ترى السبت ده هيروح على فين. وكمان دي صورة تانية جميلة جدا برضو، مريم وهي بتحط الطفل وسط المية، وكمان كانت خايفة عليه قوي لأنه أخوها حبيبها، شايفين قد إيه المحبة الحلوة. وبعدين يا ولاد السلة وصلت عند بنت فرعون، بنت فرعون لقت الطفل وفرحت جدا، وقالت أنا هاخد الطفل ده ليا، بس طبعا عايزة حد يرضع الطفل ويهتم بيه لأنه صغير ومش بياكل أكل زينا. بنت فرعون قالت أنا هسمي الطفل ده موسى، يعني المنتشل من الماء، لأن أنا لقيته في وسط المية، لازم أسميه موسى. مريم بقى كانت واقفة مسمعة كل ده وشايفاه، فلما سمعت إن بنت فرعون محتاجة واحدة تربي الطفل، فقالت لها نعرف واحدة ممكن ترضعه، وطبعا هي كان قصدها على مامتها يوكابد اللي هي أصلا أم موسى. فعلا يا ولاد جات يوكابد وخدت موسى عشان تربيه، وطبعا ربنا عمل كده عشان الطفل ده يعيش، لان دلوقتي محدش يقدر يقتله لان هو ابن بنت فرعون. يوكابد علمت موسى العبادة والصوم والصلاة، وحببته قوي قوي في شعبها. ولما كبر موسى شوية خدته يوكابد وودته لبنت فرعون، بس بعد ما كانت علمته تعاليم شعب بني إسرائيل. وعاش موسى بعد كده في قصر فرعون، وكان بيتعلم الحكمة
والرياضيات وكمان العلوم، وكان وقتها موسى بيكبر وكان شاطر جدا جدا في كل الحاجات دي. كان بيكبر موسى وكان بيتضايق قوي لما كان بيشوف المصريين بيعذبوا شعب بني إسرائيل. وعاش موسى في قصر فرعون 40 سنة بحالهم. بس يا ترى موسى ليه كان بيتضايق؟ لأنه وهو صغير اتربى ان هو يحب شعب بني إسرائيل من يكابد اللي ربته وعلمته لأنها مامته، وعشان كده حببته في شعب بني إسرائيل اللي هو. استناكوا بقى تكملة الحلقة الجاية عشان نعرف يا ترى موسى عمل ايه، ويا ترى سكت لما كان بيشوف اللي بيحصل ده. هنعرف كل الكلام ده مع بعض المرة الجاية. استنوني، باي.